للحديث أكثر عن استمرار الحراك في السويداء وأثر ذلك على المشهد الثوري السوري ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الصحفي في شبكة عين الفرات السيد نورس العرفي. سيد نورس، بداية مرحبا بك. للأسبوع الثاني على التوالي ما يجري في السويداء، هل هو انتفاضة لن تهدأ؟ كيف تنظر إلى ذلك؟ تحية لكم لمتابعي قناة الرافدين. حقيقة نحن نعلم بأن ما حصل في السويداء بداية لم يكن انتفاضة أو ثورة، كان عبارة عن مطالب بتحسين الوضع المعيشي، ونحن نعلم بأن السويداء لها وضع خاص بالنسبة لباقي المحافظات لأسباب عدة ربما نتطرق لها في هذه الحلقة، ولكن ما لبثت أن تحولت إلى انتفاضة بالفعل وقد تصبح ثورة بالفعل ومتابعة للثورة السورية، وذلك لأن النظام كعادته يضع بأذن من طين وأذن من عجين ويلقي بالا للمطالبات. الأمر الذي جعل تلك الاحتجاجات أو المطالبات في البداية تتحول بالفعل إلى انتفاضة لأهل السويداء مطالبين فيها ليس بتحسين الوضع المعيشي. بداية كانت الانتفاضة أو المطالبات بتحسين الوضع المعيشي في السويداء، لكنها تطورت كما حصل بداية في الثورة السورية، ذلك لأن الكبت موجود، لأن هناك احتقان من جميع الشعب السوري وخاصة طبعا من السويداء، الآن أهالي السويداء كل السوريون الموجودون أو كل السوريين موجودين في داخل السوري يعني لا حول لهم ولا قوة، ولكن بالمقابل إن استطاعوا أو كان لهم متنفس فسيفعلون كأهل السويداء وأكثر. لذلك نستطيع أن نقول بأنها بدأت بمطالبات فقط تحولت إلى انتفاضة، وأتوقع بأنها ستكبر أكثر. إذن ما التغيير الذي أحدثه حراك السويداء في المشهد السوري؟ هل من أثر جديد؟ هل من تطورات جديدة أو تغيير أحدثه هذا الحراك؟ المشهد السوري التغيير الذي أحدثه هذا الحراك فيه هو أن المناطق الخاضعة للثورة اضطرت النظام بسبب القمع الكبير، بسبب ممارسات نظام الأسد من اعتقال وقتل وغياب قسري، كل هذه الأمور التي نعرفها، أصبحوا لا يجرؤون على الحديث، لا يجرؤون على المطالبة بحقوقهم، عدا بعض المظاهرات التي خرج بدرعة وتخرج بدرعة بين الفينة والأخرى. هذه الانتفاضة أو هذا الحراك أكد بأن السوريين ليسوا راضين بما يحصل في بلادهم، ليسوا راضين بهذا النظام، ولكن أداة النظام القمعية هي التي تجعلهم يسكتون مبدئيا. لذلك ما يميز هذا الحراك هو الرسالة التي يبعثها للعالم بأن الوضع ليس جيد، بأن سوريا ليست بخير كما يدعي نظام الأسد، وبأن السوريين يثبتون ذلك من خلال حراكهم، من خلال انتفاضتهم، ومن خلال قولهم لكلمة ارحل لهذا النظام الذي عاث فسادا منذ عهد الأب إلى عهد الابن إلى السنين الأخيرة العشر الأخيرة العقد الأخير الذي كان هو الأصعب الذي مر على سوريا، كان أصعب حتى من أحداث الثمانينات التي كانت بعهد الأب، والآن ما حصل بعهد من يسمى بشار. هناك يعني بالتأكيد تداعيات على المستوى المتوسط، البعض يقول أن يعني النظام السوري ربما يوافق على استحداث إقليم إداري في السويداء في أقل من دقيقة، هل هذا ممكن؟ ممكن وللغاية، فالنظام هو هدفه تقسيم سوريا ويريد ذلك، وذلك ليس من بسبب النظام أو أن النظام يريد ذلك، هو ينفذ ما قاله بن غوريون عندما قال قوتنا في تقسيم ثلاث دول محيطة بنا إلى دول صغيرة وإلى دول متصارعة مذهبيا وطائفيا، وهي العراق سوريا ومصر، وهذا ما فعلوه بالفعل، قسموا العراق والآن يريدون تقسيم سوريا. فنظام الأسد يفعل ما تمليه عليه إسرائيل، وهذه أحد وصايا بن غوريون،
وهو أول وزير دفاع لإسرائيل. لذلك من شكرا هذا لك، احتمال كبير مع الأسف بأن تقسم سوريا وبأن تكون السويداء هي البداية. شكرا جزيلا أستاذ نورس العرفي، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، الصحفي من شبكة عين الفرات.